ثم قلنا إن المال الثالث الذي لا يرجى يسمى ضامر. الآن الإبل إذا هزلت يقال لها ضمرت، فيصبح لا نفع فيها. فالعرب تأتي للمال الذي أنت تملكه لكنك لا تستطيع أن تنتفع به، لا تستطيع أن تنتفع به، يعني ليس لك قدرة على أن تنتفع به. فمثلا جاءك رجل من أصدقائك من جيرانك فاستقرضك 30,000 فأقرضته، فإذا به قد دخل في تجارة فأفلس وأصبح رجلا معدوما، فأنت حيا أن لن تشتكيه، وهو فقرا لا يستطيع أن يوفيك. فالمال مالك والحق قائم، لكن المال ليس بحوزتك حتى تنتفع به. فهذا يختلف أهل العلم في قضية إيجاب الزكاة فيه. فبعضهم يرى أن الزكاة تجب فيه، والحق أن الزكاة لا تجب في مال مثل هذا. لكن لو قدر أن هذا الذي كان بيده المال بعد حين طال أو قصر سنة أو أكثر رد إليك المال، فإنك تزكيه لسنة واحدة خلت، لسنة واحدة خلت. أحيانا الإنسان يكون يعمل في شركة، والشركة هذه لا علاقة بجهة أخرى، وأنت لك مال عند الشركة، فقد تسوف الشركة، هي لا تنكر حقك لكن تقول لم يصلنا شيء حتى نعطيك، وأنت تعلم أن هذا حقك وهم ليسوا بمنكرين له، فيبقى المال عندهم. فمثل هذا لا زكاة فيه حتى يأتيك. وحتى لو أتاك بمثل هذه الحالة، الصواب عندنا أنك بعد أن تقبضه ويمر عليه الحول تزكيه، لأنك لم تعطيهم إياه مثل الأول قرضا، هذا شيء مستحق لم تستلمه بعد.